بلاد سبلاي اوف ذا بلفس. عندك الكومن ايليك التيرمينال برانش اوف اورتا رايت تو ليفت، هذا واحد منها الكومن ايليك، ينقسم الى قسمين الانتيرنال والاكسترنال. الاكسترنال لو تلاحظ اكبر من الانتيرنال، وطريقه ثانيه للتفريق بينها انك تحط الرجل في هذه الوضعيه. شوف الانتيرنال رايح داخل والاكسترنال رايح اتجاه الرجل لاترالي. الاكسترنال ينقسم هنا قسمين، الديب سيركمفلكس هذا والانفيريور بيجاستريك هذا، وهذا الديب سيركمفلكس، وهذه الريكتس ريكتس مسل الاكسترنال اوبليك. اذا تعدى الريكتس مسل يصبح له اسم ثاني، فيمورال نير، فيمورال ارت. نفسه الاكسترنال ايليك يصبح فيمورال ارت. اما بالنسبه للانترنال ينقسم الى قسمين، بوستيرير وانتيرير. فروعها اللي في البوستيرير والانتيرير هذه كلمت الدكتور منصور يقول انها بتجي نظريه بس، عملي ما بيجي شيء.